كمان في مهارة تانية لو أنا المرسل وعندي حاجة عايز التاني يفهمها، إني أستخدم أخد بالي كمان من لغة الجسم، البودي لانجويج، التواصل مش كلام بس، طريقة الوش، نغمة، الإيدين، التون بتاع الكلام. فكل واحد بي بي يعني ساعات يقول أنا مغلطتش في الكلام، أنا ساعات كنت أقول كده أنا مغلطتش في الكلام، فأليس تقول لي آه أنت مغلطتش بس الطريقة اللي أنت تكلمت بيها. فالبودي لانجويج دي مهمة. ممكن الست تقول أنا ما منعتش جوزي بس طريقتي يعني تسد النفس، فالبودي لانجويج بتقول حاجة تانية. تحب دي في إيه يا أليس؟ النفس الكلمة ممكن أقولها بكذا طريقة، يعني زي ما بنقول لبنتي تعالي تعالي دي غير دي بس هي نفس الحروف، أو تعالي دلع بدل لح، فيفرق النغمة مع الإيد مع الوجه كده، هو ده بيفرق في التواصل.